ببلوك نوت رح نروح على الرابية على كوكو باري لنشوف شو الأجواء هلأ كمان قربت الصيفية، نشوف كمان شو في أشياء جديدة عند سارة. بونجور سارة غنطوس. بونجور كاتيا. كوكو باري صارت يعني معروفة قدي الأطفال بأعمار يعني صغيرة وأعمار أكبر شوي كمان كتير بيكونوا مبسوطين، بس الأمات كمان عم بيكون عندهم النشاطات ويكونوا مرتاحين بكوكو باري. خبرينا شوي. هلا نحن عم نشوف اكثر شيء اولاد من عمر سنه لحد عمر 10 سنين، اكيد بتختلف الاكتيفيتي من عمر سنه فينا نقول من عمر سنه لثلاث سنين عاملين لهم ديز اكتيفيتي خلال الجمعه، ديكور دو ميوزيك، ديكور بتكون الام كمان عم بتشارك معهم مثل بون. اذا عم نحكي عن عمر سنه اكيد اذا عم نحكي ايه بتكون الام بالكور، يعني ما فيها تبعت الولد مع حدا يكون عم بيهتم بالولد، هي بدها تكون لانه عم نجرب نعمل انكور شوي بوندينج بين ماذر اند تشايلد. هيدي عنا اياها خلال الجمعة. كمان عم الاولاد شوي اكبر عم بيكون عندهم ديكور دو جيمناستيك، ديكور دو هيب هوب. هيب هوب عم نحكي من اولاد 3 سنين لسبع سنين، جيمناستيك شوي اكبر يعني 4 سنين لعمر كمان 8 سنين. ودوران لا سومان خلال الجمعه دائما بيكون عندنا اكتيفيتي مثل ارتس اند كرافت، هلا عم نعمل اشياء شوي سبيسيال اكثر لعيد الام. عاملين كمان مثل حفله تتجي الام تتصور مع الاولاد، عاملين لهم فوتوشوت مع الاولاد. ايه عم نشوف صور نحن على الهواء، هو السلايد شو عم بيفرجوا شوي عن البيرثدايز اللي بنعملهم بقلب كوكو بيري. في ديفيرنت اكتيفيتي بتتحضر من ماريونيت لديسكو لا ديكوراسيون مثل هون عم بتفرجي، يعني المدام اللي بتجي اذا بدك نحكي اكثر عن بيرثدايز، يعني المدام اللي بتجي بتعب، نحن بنهتم بالانيفرسير دو ا زد، يعني بتجي هي بتقول لك بس شو الفكره اللي حبتها وبنعمل اكثر بنطورها اكثر وبنلون بنلون الوان وين ما كان الوان كثير مضبوط المحل في كثير الوان، بنشتغل على البوفيه اول شيء كيف بدها تكون الديكوراسيون شو التيم اللي حابينه، هلا ببين كمان بنشتغل تاجز قد في يكون مثلا اسم الولد على كل المحل، على انين المي، على انين الجو، على البوفيه، على الكادو دو روتور، هاي بنعملها شوي اكثر مثل سبيسياليزي للعيد. بعدنا عم نشوف انيفرساريات هون صرنا شوي لبرا اكثر، محل ما بنبعت، يعني اذا المدام عندها اسباس برا حيلا كلوب حيلا محل فينا نبعت كمان، هونيك ساعتها بنبعت الديكوراسيون، انيماسيون، كيترينج سيرفيسز، والانيماسيون يعني بتتضمن كذا شغله، دي جو دو كومبيتيسيون، دي جو انتراكتيف، فيها تكون دي كاركتير، ماجيسيان، جونغلور، هلا كثير عم بفوتوا عم نفوت كثير الساينس شو بقلب البيرثدايز، ماجيك، جوغلر، باليرينا شو، هلا ببينوا كلهم بالسلايد شو. سو عم بيكون شوي متنوع اكثر. طبعا في اكثر من تيم في هون اللي كاركتير مبينين حسب العمر حسب العمر إيه اعمار صغيره اجمالا بتحب اللي كاركتير، كل ما يكبروا اكثر كل ما يحبوا اكثر بيصيروا هن الكاركتير، بيصيروا هن بيصيروا حق اكثر يحبوا هن يجوا ديجيزي يعملوا تيم، لنقول كنا عاملين تيم 80s يجوا هن ديجيزي افيك لور ماما. هون الجونغلور عم يبين، هون كمان ساينس شو عاملين، يعني هو كلهم بقلب البيرثدايز؟ هولي كلهم بقلب الكوكوبيريا، ايه بس ضمن البيرثداي يعني هولي ضمن البيرثداي، البيرثداي هو بيكون ساعتين من الوقت، ساعتين او ثلاثة حسب قديم متضمن، واكيد في يكون متنوع حسب، يعني عم نجرب كمان نغطي طول البيدجي، لانه بتعرفي انه بيجي لعندك كليونتيل عندهم ان بيدجي صغير وفيك تشتغلي وتعملي شيء سبيسيال بالبيدجي تبعولهم. انا عم شوف كريسمس هالوين هلا جاي كمان ايفنتس، هلا الفت دي مير كمان عم نشتغل عليها بغير طريقه، الفت دي مير هلا بنحكي عنها. والشعنينه والعيد اكيد إيستر. للايستر عاملين اج هانت مع كاركترز مع كذا شغله، دائما بيكون في ورك شوبس اكثر، يعني منه عم نركز كثير كبلاي جراوند أكثر من عم نركز على ورك شوبس يشتغلوا دي ترافو مانويل أكثر. هونك بعدنا بعيد هون الميلاد. هون عم نحكي عيد الميلاد، إجمالاً عيد الميلاد حكينا عنه قبل، بنعمله دونيشن لجمعيات. هون الكولونيا بنعمل كولونيا بالصيف، الكولونيا بتكون كمان بقلب الكوكو بيري. كمان للسنة العشرة؟ لا ما بناخذ تحت الأربع سنين لأنه بده يكونوا أكثر اندبندنت قادرين. بيكون بكره بنحكي عنها بعدين زياده بنرجع على الكولونيا، بس هون محطوط ليزاكتيفيتي كمان بيكون في خلالها ديكور دانس، تيكواندو، كذا كور، بيكون في دي سورتي.
هون هالوين هون السورتسية هون بعدنا الكولونية هلأ بعدين بيمرق بعد صور أكتر تعال نرجع نحكي عن يعني سوري هول التاجز اللي كنت سوري قطشتك على التاجز اللي حكينا عنهم يعني في يكون اسم الولد محطوط على كل شغلة بالمحل تنحكي عن الاكتيفيتيز يعني اليوميه بكوكوبري الايفنتس طبعا كل ايفنت وعنده حصته ايه كله سبيشال عندكم غير البيرثديز وكل يعني الايفنتس خلال السنه بس يعني الحياه اليوميه بكوكوبري شو هي الاكتيفيتيز يلي ممكن انه الولد يكون عم بيستفيد منها كل السنه الاكتيفيتيز اليوميه عم بيكون اكثر شيء عندنا ستوري تيلينج بتحس الولد يعني بيكون في ستوري عم تتخبر بيكون في انتر اكشن مع الولد وهون عم بيتضمن الاعمار الصغيره وعم بيكون في كمان ماريونات هيدي كل يوم عنا اياها كوكينج اكتيفيتيز لانه الاولاد كثير بحبوا الكوكينج وهلا بلشنا مركزين منيح على الكوكينج اكتيفيتيز وهيدا كورس يعني او بوقت لا معين لا هيدا بيكون انت بتفوتي يو دروب ان وبتحط الولد الكورسات بتكون اكثر مثل الهيب هوب جيمناستيك ميوزيك تياتر هول بيكونوا كورات مسجله بعد الظهر لاعمار معينه إيه اجمالا اكثر شيء بعد الظهر لانه قبل الظهر بيكون عندك الاولاد يا جاردوري يا مدرسه يا اي ما بيكون في يعني تركيزنا هو بعد الظهر بعد الظهر هلا المبلشين فيها كمان هي الفوتوشوت للاولاد وهلا عاملين بروموشن لمادرز داي كمان سو هيدا اذا بحب حدا يجي يستفيد ويسال عنا مع الارقام التليفونات يلي قطعت فاذا يوميا ممكن انه الام تكون بدها تمضي وقت مع ابنها او بنتها بعمر صغير يمكن ما بتعرف باي طريقه ممكن انه تكون عم بتخليهم يستفيدوا بنفس الوقت فكوكوبري بتستضيف الام والولد فيه يحطوا الامات الاولاد ويرجعوا يعني ما باي اعمار من 3 سنين وطالع بحطوا الولد وبفل لانه المختصين هن سي دي جاردينير موجودين يعني بيكونوا قادرين يهتموا لقد ايه وقت ممكن لحد ساعتين ثلاثة أربعة لا في حط الولد في حطهم كل نهار بس إنه بتلاقي الولد حرام يعني نهار تاني يعني كأنه صرنا سيستم تاني كأنه جاردوري أو مدرسة يعني صار في مش هيدا الهدف ايه أكيد لا فإذا هلا عيد الأم وبعدين بعدين إيستر بعدين عنا الشعنينة كمان وبعدين عنا الشعنينة مرتين عنا إيستر والشعنينة أكيد وعنا شهر سو عنا نرجع نجدد مزبوط وبعدين نرجع بنكون بلشنا نحضر للكولونيا هون رجعنا على قولي على لي تام لي ديفيرون تام الموجودين واكيد في اوقات دي تام ما بيكونوا موجودين يعني المدام بتجي بتعطينا ان تام منه موجود كمان بينعمل خصيصا الكولوني امتى بتبلش يعني الكولوني بنبلش اول جويه لحديت نص سبتمبر وبيكون عندهم ان سيستم انه فيهم يحطوا الولد يومين او ثلاثه او اربعه بالجمعه منا كولوني ينحط كل يوم الولد فلكسبل شوي مع دوامات ال وهيك بالنسبه لكم لازم الولد يعني يكون عنده اكثر من اكتيفيتي بحياته ما يكون يعني دائما موجود بروتين معين نوع لانه ساعتها بتصير عم تحكي عن ايكول مخصصه لنقول باكتيفيتي معينه لما عم بيحطوا بالكوكوبيري عم بيكون بدهم فرايتي اوف اكتيفيتيز واذا تعب الولد ما بيقعد عم يستفيد من كل الاكتيفيتيز اللي عم تتقدم له طبعا هون كمان عم نشوف كثير تيمز وكثير الوان مثل العاده التيم مزبوط كنا عاملين لهم كات ووك وديجيزمون للاولاد هذا منه معمول بالكوكوبيري هون معمول محل تاني مثل ما قلت لك انه في ينحجز حي الا محل ونحن فينا نبعث لهم بس الثيم ممكن يكون كاستمايزد يعني كاستمايزد على الولد شو بحب وعلى لي بارون شو بحب ولا بيتشوت سي لي مامون اكيد واوقات لا كثير يعني بعمر صغير ببلشوا الاولاد شباب وصبايا صغار يكون عندهم اكيد 7-8 سنين ما بيقعدوا يقبلوا انه الا هن بدهم يقرروا لا بدك تنزلي بعد كمان 4 و5 كمان بيصير عندهم ارائهم الخاصة بكل شيء باللبس وبالتيم وبالأصحاب وبالإيفنت كله سوا شكرا لك سارة غنطوس كوكوباري فإذا بالرابي أرقام تليفون شفناها على الشاشة أهلا وسهلا فيك مرسي كتير مشاهدينا واقفة هلأ ونرجع نتابع